السلام علیکم. جاپان کی خبریں تو آپ باقاعدہ سنتے ثم يقول حضرته انتم تسمعون اخبار اليابان باستمرار واين امام مسجد فضل اطول مجيب راشد صاحب هل ذهب الى اليابان بما ان الوقت هناك الساعه العاشره ليلا فلذلك ان الذين كانوا يجتمعون في تلك الخيمه قد ذهبوا الى اماكن راحتهم ولكن هناك بعض الناس الذين يريدون ان يشاهدوا البث التلفزيوني وخاصه يريدون ان يتمتعوا بهذا البث المباشر وربما بقي عدد منهم في تلك الخيمه ومنهم من تعاون مع الجماعة الإسلامية الأحمدية في إعانة المنكوبين بسبب الزلزال فإنني أقوم بأداء الشكر لهم أحدهم هناك مؤسسة اسمها مؤسسة القرن الواحد والعشرين في إقليم غيفو وهي تنتمي إلى مدينة عينة إن هذه المنظمة تسمي نفسها مؤسسة القرن الواحد والعشرين وربما غيفو إقليم اليابان وإلى الآن قد وزعوا أمتية لإحدى عشرة شاحنة مالية بالأمتية للمنكوبين وإنهم أيضا قد أقاموا غرفة جميلة جيدة للمساعدين الأحمديين وإن هذه الغرفة أصبحت مفيدة ونافعة لنا لأن كثيرا من المسؤولين من المؤسسات الأخرى أيضا يأتون إلى هذه الغرفة ويجلسون ويتحاورون في أمور المساعدة للمنكوبين وإنني أقدم الشكر لمدير هذه الشركة والله يجزيه خيرا وكذلك هناك مؤسسة من ناغويا اسمها كوندو ساكو ومدير هذه الشركة كوندو يساعدنا دوما وفي هذه المرة أيضا قدم طنجرة كبيرة أو جفنا كبيرا لطبخ طعام لخمسمائة شخص تقريبا ولم يتقاضى أي أجر أو لا ذلك وهناك كنيسة مسيحية تتعاون معنا ويجب علينا أداء الشكر إليها أيضا وإن القرآن الكريم قد دعانا لكي نتعاون مع أهل الكتاب في الأمور الجيدة فإذا كانت هناك كنيسة تساعدنا فينبغي أن نشكرها أيضا وهناك قس اسمه كاندا وهو مخلص ودائما يتقدم للمساعدة وإن المتطوعين الذين يأتون من كل أنحاء اليابان يجتمعون في مخيمنا وإنني أسدي واجب الشكر إليهم أيضا وهناك ثلاثة من المتطوعين اليابانيين الذين مهر في مختلف المجالات وإنهم يساعدوننا في هذا المجال أحدهم بروفيسور ناتشو جاما والثاني ميوشي والثالث ياماموتو وقد وردت أسماؤهم في التقارير فلذلك إنني أشكرهم على مساعدتهم شكرا جزيلا وكذلك هناك عائلة سوزا وهي أيضا تشترك في هذه المساعدات ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم جزاء أوفى وهناك كثير من الأحمديين الذين يتبرعون بكل سخاء
الجميع يشتركون في هذه المساعدات فلذلك لا أستطيع أن أذكر أسماء الجميع فأقول أن تذكروا الجميع في دعواتكم وإنني لا أجعله لا أعممه لأن هناك كثير من الأمور التي تتم من خلال التبرعات والآن نبدأ هذا الدرس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين ترجمہ بھی ہو چکا ہے لقد قدمت ترجمة معاني هذه الآية في الدرس الماضي وكذلك تعرضت لشرح اللغات شرح الكلمات والآن دخلنا في تفسير هذه الآية وقد وصلنا إلى الجزء الأخير منها وإنني قد ذكرت أننا لا نستطيع أن نذكر تفاصيل جميع المعجزات الواردة في القرآن الكريم تنقضي أعمار المحققين في ذكر هذه المعجزات فإنهم لا يستطيعون أن يحيطوا بها كلها ولا وهناك بعض المعجزات التي لا نعرف عن تحققها ولا نعلم متى تكشف الستار عنها وتتحقق هذه المعجزات وهذه هي معجزة كبرى للقرآن الكريم بأنه لا يذكر أي نبوة مستقبلية إلا ويذكر معها بعض النبوءات التي تحققت أو لا زالت تتحقق في هذا العصر وذلك لترسيخ اليقين بتحقق النبوءات المستقبلية فحيثما ذكر الآخرة وذكر الجنة والجهنم ذكر معها تلك النبوءات التي تكون قد تحققت أو تتحقق في هذا العصر الراهن حتى يترسخ اليقين بتحقق النبوات المستقبلية في الآخرة أو حتى يترسخ اليقين بحدوث الأمور المذكورة بالجنة والجهنم وهناك كثير من المعجزات التي تتعلق بهذا العصر فلذلك لم يتعرض لها المفسرون القدامى مثلا ذكرت القنبلة الذرية بكلمة هطمة ولا يمكن أن يكون معنى آخر لهذه الكلمة سوى القنبلة الذرية ولكن هناك هذه ميزة للقرآن الكريم بأن لمعاني لنصها بطون كثيرة فإذا حتى ولو كان المعنى الأصلي بقي كامنا في تلك الكلمات فإن الكلمات الظاهرية تعطي معاني أخرى كثيرة التي تكون صحيحة فلذلك لا يمكن لأحد أن يقول أن هذا الكلام غير مفهوم وإن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد قدم معنى لحطمة وقال إنها النار الروحانية ولكن مع ذلك بقي المعنى الأصلي كامنا في هذا النص والآن بعد اكتشاف القنبلة الذرية لا يمكن أن يكون هناك معنى آخر الذي يترشح من الكلمة الظاهرية ولكن هناك بعض المعاني الروحانية التي إذا كانت متطابقة مع النظام الروحاني فهي صحيحة أيضا ولكنها لو كانت مقتصرة على ذوق الإنسان فلا حقيقة لها فإن
فإنني كنت أذكر المعجزات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، من بينها أنها هذه منة القرآن الكريم، بحيث أزال جميع الشوائب العالكة بتلك المعجزات القديمة التي هي مذكورة في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يتهم هارون بأنه قد اتخذ عجلا للعبادة، والكتاب المقدس يتهم هارون عليه السلام بأنه كان مشرك، كأنه ارتكب الشرك. ولكن القرآن الكريم يقول: ولقد قال لهم هارون يا قوم إنما فتنتم به إن ربكم الرحمن فاتبعوني، إنكم قد تعرضتم للفتنة وإن ربكم الحقيقي هو الرحمن وينبغي أن تطيعوني. فهذا فالقرآن الكريم يقدم نبيا وطاهرا من جميع الأمور التي ينسب إليها الكتاب المقدس. فإن القرآن الكريم يقدم تصورا نزيها وطاهرا للأنبياء كلهم، وكذلك يكشف أخطاء الكتاب المقدس. فمثلا يقول الكتاب المقدس: عندما أخرج موسى يده فكانت برصاء كالثلج، فهل هذه تعتبر معجزة؟ كان الناس في ذلك الوقت يخافون من البرص، وكانوا وإذا رأوا شخصا مبروسا فإنهم كانوا ينعتونه بالنهس، بأنه أصيب بالنهس. والكتاب المقدس يقول بأن يد موسى عليه السلام كان برصاء كالثلج، فهل هذه معجزة أم إنذار؟ يقول القرآن الكريم: تخرج بيضاء من غير سوء، أي إنه سيكون نظيفا وبيضاء، نظيفة وبيضاء من دون أن يصيبه أي مرض. والآن يمكن أن تكتشفوا أي من هذين البيانين يمكن أن يكون إلهاميا ومن الله، وأي واحد منهما حرفته أيدي الإنسان. ثم ورد في الخروج أنه ارتحل بنو إسرائيل من رامسيس إلى سكوت نحو 600,000 ماشي من الرجال، أدى الأولاد وذهب معهم لفيف كثير، أيضا مع غنم وبقر ومواش وافرة جدا. فيمكن أن تخمنوا أنه إذا كان 600,000 ماش، فإذا كان معهم النساء والأطفال أيضا، فمعنى ذلك هناك أسر، وكانت هناك أسر ألوف من الأسر قد خرجوا. فلو كان كل أسرة تحتوي على 5 أفراد لصارت مجموعة هذه القافلة 30,000 نسمة. والآن يمكن أن تقدروا كم مدة احتاجوها لعبور البحر، وكم كان طابورهم طويلا. والعجيب أن فرعون لم يعرف أن هذه القافلة شيئا، ولم تكن هذه القافلة قافلة 30,000 شخص يحتوي على الناس فقط، بل كان معهم بقر وغنم ومواشي أخرى والطيور. وكيف يمكن لهؤلاء أن يعبروا البحر خلال تلك الفترة المحددة التي تكون بين المد والجزر؟ فهذه الأمور تنم عن المبالغة الكبيرة. فلذلك يعترف بعض المحققين المشرقين بأنه قد بولغ في هذا الأمر كثيرا، وربما عدد السكان مصر في ذلك الوقت لم يكن يتجاوز 30,000 نسمة. يقول القرآن الكريم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت،
يقول القرآن الكريم بأنهم كانوا بضعة آلاف نسمة وخروج بضعة آلاف شخص أيضا يبدو مستحيلا، ولكن العقل يقبل هذا. ولكن إذا قيل أنهم قد خرجوا وعددهم 30,000 فهذا ما لا يقبله العقل وهو يبدو مستحيلا. وكان السفر في ذلك الوقت خطيرا جدا، وإن الخروج في تلك الأوضاع كأنه انتحار بحد ذاته. يقول القرآن الكريم عندما خرجوا لهذا السفر فقال لهم الله موتوا، أي يمكن أن تقبلوا هذا الموت، أي مشقة السفر، فإنكم ستنجون من ذلك الموت المحقق الذي سوف يكون لكم، سوف تتعرضون له على يد فرعون إذا بقيتم هناك. ثم أحياهم، ثم عندما قبلوا هذا الموت فأحياهم الله عز وجل، أي آتاهم حياة جديدة. إن الكتاب المقدس قد عرضت الأنبياء باتهامات مسيئة جدا، وحتى لم تترك تلك الشخصيات الجليلة التي تنتسب إليها إسرائيل اليوم، حضرت سيدنا داود وسليمان عليه السلام، فقد ذكر الكتاب المقدس اتهامات مسيئة جدا إلى هذه الشخصيات العظيمة، بحيث لا يمكن لأشقى الناس أن يتمنى أن تنطبق عليه تلك الصفات التي وصفوا بها. فإن لم يعتبروها هم الأنبياء فإنهم يعترفون أنهم كانوا يحظون بالمكالمة والمخاطبة الإلهية، فرغم التنبيه المتكرر كانوا يتخذون آلهة زوجاتهم المشركة إلها لهم. ثم أرسل أحدهم زوج امرأة إلى الجبهة ليقتل هناك حتى يأخذ بأرملته. إنه قد أوصى لبعض الجنود أن لا يعود زوج هذه المرأة ويقتل هناك حتى أفوز بأرملته. فمثل هذه التصورات ومثل هذه الأفكار واردة في الكتاب المقدس. أما القرآن الكريم عندما يذكر هؤلاء المقدسين فإنه يظهرهم مبرئين من جميع هذه الاتهامات، فيبرئ ساهتهم ويقول بأنهم كانوا من المسبحين ليل نهار. الكتاب المقدس يقول إنهم صاروا من المشركين، أما القرآن الكريم فيقول كان الجبال يسبحن معهم والطير، لأنهم رفعوا المدح الإلهي إلى هذه الدرجة. وهنا أتذكر بيت من الشعر للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ومعناه: تلك الأناشيد التي غنيناها في مدحك، فقد اشترك معنا في غناء هذه الأناشيد الملائكة ناهيك عن الناس. إن سيدنا داود عليه السلام قد أوصل مدحه إلى هذه المكانة وهذه الدرجة، بحيث اشترك معه في هذا المدح الطيور والجبال أيضا. والمسيح ما قاله المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أرفع شانا من ذلك الكلام، حيث يقول إننا قد أبلغنا المدح الإلهي إلى ذروته، بحيث قد اشترك معنا في هذا المدح الملائكة أيضا. وهناك كثير من الأمور قد تركها القرآن الكريم، فإنني أيضا أتجاوزها.
لأن الموضوع سوف يطول إذا أخذنا كلها. وعندما يترك القرآن الكريم بعض الأمور متعمدا فإن ذلك يعني أنها ليست جديرة بالذكر أو ليست جديرة بالقبول. فلم يترك القرآن الكريم أمرا واردا في الكتاب المقدس وهو جدير بالذكر، وهذا هو الأصل القطعي غير المبدل، فيمكن أن تطبقوه في أي أمر وارد في الكتاب المقدس. أي إن القرآن الكريم لا يترك أمرا لا يكتمل الموضوع بدونه، لا يترك أمرا واردا في الكتاب المقدس ولا يكتمل الموضوع بدونه، ثم لا يتبنى أمرا إلا بعد أن يصحح فيه وثم يضيف إليه أمورا أخرى التي لا يكتمل الموضوع بدونها. فالذين يتهمون القرآن الكريم بأنه قد نقل الأمور الواردة من الكتاب المقدس، فإنهم إذا قاموا بالمقارنة بين ما ورد في الكتاب المقدس وبين ما ورد في القرآن الكريم فإنهم سوف يكونون أمام حقيقة ناسعة ولا يمكن إنكارها. فإن القرآن الكريم لم يترك أمرا إلا الذي كان جديرا بأن يترك وأن لا يلتفت إليه. وما ذكره القرآن الكريم من الأمور الواردة في الكتاب المقدس ذكره بعد تصحيحه وبعد الإضافة إليه ما كان ناقصا. وبعد البيان من يطلع على البيان القرآني يصل إلى هذه الحقيقة أن هذا هو الكلام الإلهي. فمثلا الكتاب المقدس يخبر عن فرعون بأنه قد خرج مع جنوده ولا يذكر شيئا بعد ماذا حصل بعد ذلك. أما القرآن الكريم فيذكر قصة غرق فرعون ويقول بأنه قد دعا الله عز وجل بأن ينجيه اليوم، فيقول فرد عليه الله قائلا الآن لم يبقى هناك وقت لنجاتك من الناحية الروحانية، اليوم ننجيك ببدنك، إننا سننجيك ببدنك، ولماذا ننجيك؟ لتكون لمن خلفك آية. إنك لا تستحق لا نجاة روحانية ولا بدنية جسمانية، ولكننا سننجيك ببدنك لكي يتعظ من يرونك في يشاهدونك الذين يأتون بعدك. فانظروا الآن ما أعظم هذه المعجزة. إن الكتاب المقدس لا يدعي بذلك، وإن القرآن قد ذكر هذا الأمر، وكان يمكن أن يواجه حملة شديدة في أصر نزوله بأن هذا الأمر لا يوجد في الكتاب المقدس، فهذا الأمر لا دليل عليه. فإن القرآن الكريم كلما يعرض أمرا يعرض أدلة على صدقه، وهنا ذكر القرآن الكريم مهما شككتم في هذا الأمر فإن عالما من الناس سوف يشهدون هذا الأمر وسوف يصدقونه لاحقا. وهذا الأمر لم يذكر في الكتاب المقدس ولو بإشارة، ولم يكن هناك أي فكرة عند العرب بأن هناك حضارة مصرية مدفونة تحت الأرض وسوف تكتشف هذه الحضارة فيما بعد وتكتشف جثث الملائكة جثث الملوك المحنطة. وإنني قد ذكرت سلطت الضوء على هذا الأمر في خطبة حيث ذكرت أنني أرى أن هناك معنيين لقول الله عز وجل ننجيك ببدنك، أي إننا لن ننجيك من الناحية الروحانية ولكننا سنحتفظ ببدنك، والمعنى الآخر أننا سننجيك بحياتك ولكن روحك لن تنجو من الهلاك لأنك أصبحت
ميتا من الناحية الروحانية وكلما وعندما ستموت سوف يحتفظ ببدنك وبجثتك لتصبح عبرة للآخرين. وهذه الأمور لم تكن قد ظهرت في زمن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بصورة كاملة، فلذلك المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد ذكر المعنى الأول فقط، إننا لن ننجيك من الناحية الروحانية ولا من ناحية الحياة، ولكننا سوف نحتفظ ببدنك. وقد ذكر بعض العلماء عندما ألقيت هذه الخطبة، بعض العلماء كتبوا إلي بأنك خالفت معاني ما ذهب إليه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من معاني لهذه الآية، وهذا الكلام ليس صحيحا. إن تأييد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يكمن في تأييد القرآن الكريم، إن أي نبي من الأنبياء أو محدث أو أي واحد الذي يكون مأمورا بخدمة القرآن، إذا فسر القرآن بحسب المعلومات المتاحة لديه فلا غبار على ذلك، ولكن إذا وبيان المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يتطابق مع المعلومات المتوفرة في أسره، ولكن هناك أمور كثيرة اكتشفت بعد أسره، وقد ظهرت أحداث عظيمة التي تشير إلى المعنى الثاني، ولكننا إذا تجاهلنا هذا المعنى الثاني فهناك خطر ألا يعد القرآن الكريم ذلك كلام الإلهي الذي يثبت صدقه في الأزمنة القادمة، بل قد يعد هذا الحدث مخالفا لمعاني القرآن بدلا من أن يكون مؤيدا لها. ولم يكن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يهدف إلى ذلك، لقد بعث المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لخدمة القرآن، حيث قال: من يكرم القرآن ويحترمه يلقى إكراما واحتراما في السماء. فلو عارض أحد هذه المعاني التي هي متوافقة مع مزاج المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فإنني لا أبالي لمثل هذه المعارضة، إنني أعمل بحسب قول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وأعظم القرآن الكريم، وهذا هو روح القرآن، وهذا هو هدف من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنني أكون ثابتا على هذا الموقف. والله سبحانه وتعالى هو ينظر في داخلي وهو يعرف حال قلبي، وإنني لا أبالي في هذا المضمار، لا أبالي بأي رأي آخر. وإنني قد دعوت خلال هذه المدة كثيرا أن يريني الله سبحانه وتعالى بعض الأمور التي كانت خافية على التاريخ، وحتى نأخذ تلك المعاني التي تقول بأن فرعون لم ينجو بروحه وإنما نجا ببدنه، بمعنى أنه بقي على قيد الحياة. فلو ثبت أنه قد غرق وغرق ومات وبعد ذلك تم تحنيته، فإننا سوف نسلم بهذا الأمر. وهذا الأمر أيضا يترشح من النص القرآني ولا يعارضه، ولكن المشكلة في هذا الأمر أن المشكلة أن فرعون الذي تعرض لموسى عليه السلام وتلك المحاورة التي وردت في القرآن الكريم وتمت بينه وبين موسى عليه السلام، هو اسمه رامسيس الثاني عند المحققين الذي لقد تذكرت هذا الأمر بخصوص الحديث عن الخروج عن خروج موسى وبني إسرائيل من مصر. فعند رامسيس الثاني
بقي حيا بعد خروج موسى علیہ السلام وظل حيا الى ان بلغ 90 من عمره ولا يعرف من خلال الفحوصات التي تمت على جثته لا يكتشف بأنه قد مات غرقا بل يثبت بأنه بأن جثته يثبت من خلال فحص جثته بأنه قد مات موتا طبيعيا. لأجل ذلك نحن اضطررنا إلى أن نقدم معاني أخرى لهذه الآية، ولا بد أن يتسع التحقيق للتغيير الحاصل بسبب الأحداث التاريخية. وإنني لا زلت أحقق في هذا الأمر، وهناك بعض المحققين يساعدونني في هذا المضمار. وهناك أمر آخر جديد قد برز أمامي وفتح أمامي نافذة صغيرة، وهو بيانه كالتالي: أن رامسيس الثاني قد يقوم العلماء بالتحقيق حول شخصيته، وأحد الخبراء الكبار قد ألف كتابا حول هذا الموضوع، ونشر فيه بعض الصور وبعض المراجع الأصلية، وذكر فيه أمرا عجيبا، وإذ يقول بأنه قد اكتشف أمر عجيب من خلال التحقيق، أن فرعون الذي ربى موسى عليه السلام عندما كان وليدا لم يعارضه ولم يتعرض له، بل تعرض له ابنه الصغير. ولكن العجيب أن ابنه البكر الذي كان ينبغي أن يتولى العرش بعده لا يوجد له ذكر في التاريخ. أما رامسيس الثاني فكان ابنه الصغير، وأما ابنه البكر فتاريخ مصر لا يذكر عنه شيئا، ولا يعرف أين غاب وكيف تولى ابنه الصغير العرش بعد وفاة أبيه. ويقول: لا نعلم عن هذا الأمر شيئا ولكن هناك أمر ثابت بأن المؤرخين المصريين القدامى كانوا يخفون كل ذلك الأمر الذي كان يسبب إساءة إلى العائلة الملكية، ولم يكونوا يذكرون في التاريخ إلا ما كان يرفع من شأنهم. ولا يمكن أن يذكر في تاريخ مصر أمور أخرى التي تسيء إلى العائلة الملكية. فلو افترضنا أن ابنه البكر قد تولى على العرش لمدة قصيرة ولم يذكره التاريخ لأنه ربما قتل بطريقة مسيئة، ولكن هنا يطرح سؤال: أين ذهبت جثته؟ لأن القرآن الكريم يذكر ذلك فرعون ذلك الذي احتفظت بجثته، فما لم نعثر على جثته أو ما لم نرى عليها علامات الحيوانات البحرية التي أكلت من جثته شيئا، لا نستطيع أن نصل إلى هذه النتيجة بأنه كان ذلك فرعون ذلك الذي تعرض لموسى. وهناك منفذ واحد، وهو أنه ربما لم يتولى أحد بين الفرعونين الأول والرامسيس الثاني، ومن تعرض لموسى كان الرامسيس الثاني نفسه. وهذه في هذه الحالة نقول إنه قد غرق ولكنه نجا
كما ذكر بعض المفسرين أنه يمكن أن ينجو أحد من الغرق بسبب الجهود الإنسانية. وفي هذه الحالة لابد أن نسلم أن الرامسيس الثاني الذي كان يتبع فرعون ولما غرقت إسر الطيارات إسر الأمواج في البحر، فعند الغرق قال بأنني أؤمن الآن، فقال الله رد الله عز وجل أتؤمن الآن؟ وقال أيضا ننجيك ببدنك. یہ قطعی بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تیری روح کو اب نجات نہیں دوں گا، وہ دن گزر گیا. یقول اللہ عز و جل بصورت واضح و قطعیہ بأن روحك لا يمكن ان تنجو الان ولا يمكن ان تقبل توبتك في هذه الحالة. ننجيك ببدنك، اے ننجيك بجسمك بدون ان يتمتع بأي روح، الجسم بلا دين الذي يفتقر إلى الروحانية. فكان قد غرق، ولكن لعل بعض حرسه الذين كانوا حوله في هذه الحالة غطسوا في البحر وربما حاولوا إنقاذه، وربما جاءوا به إلى الساحل وعالجوا أمره وربما عيدت إليه الحياة. ولكن القرآن صادق في قوله، أي ما دام بقي فرعون على قيد الحياة بقي مواردا لموسى وكان ينتقم منه ومن بني إسرائيل. وهناك أمر عجيب قد ذكر في التاريخ بأنه قد شن هجمات كثيرة على بني إسرائيل وعلى أورشليم، ولا يفهم المؤرخون لماذا كان ناقما على بني إسرائيل ولماذا كان يشن هجمات مرة بعد أخرى عليهم. ولكن الخلفية التي ذكرتها تحل القضية، لأنه قد شعر بأنه قد أهين وتلقى ذلة على يد موسى، فلذلك كان ناقما على بني إسرائيل وكان يشن هجمات مرة بعد أخرى عليهم. وما ذكره القرآن الكريم بأنه لن يستطيع أن يقبل الإيمان وأن لا يمكن أن يدخل الإيمان إلى قلبه، بل كان ميتا من الناحية الروحانية. فلذلك تفاقم في الغضب واستشاط غضبا ضد بني إسرائيل، ولكن القرآن وهكذا تحقق وثبت قول القرآن الكريم فاليوم ننجيك ببدنك. وقد تطرقنا إلى هذا الموضوع في أثناء تفسيرنا لآية الخروج. فلو ثبت قطعيا أن رمسيس الثاني هو فرعون المذكور في القرآن الكريم، فلا بد أن نأخذ هذا المعنى بأنه قد غرق ببدنه ولكنه بقي حيا على قيد الحياة بدون أن يؤمن بموسى عليه السلام، ولكن روحه كانت قد ماتت. ولكن بدون ذلك سوف نواجه مشاكل كثيرة في تفسير هذه الآية. وهذه معجزة أخرى للقرآن الكريم بأنه قد سجل قولا لفرعون الذي كان على وشك الغرق، وقال هذا الكلام في ذلك الوقت عندما لم تكن هناك فكرة عند الناس لتحنيط الجثث، وقال إن جثته ستبقى محفوظة وستكون عبرة للآخرين وتعرض هذه الجثة للعيان. فلو كان المراد من فرعون موسى ابن فرعون الأكبر، فعندما تكشف جثته نعود ونثبت بأنه هو المراد من خلال هذه الآية نفسها.
يقولون بأن القرآن الكريم لم يقدم أي معجزة بل رفض عند كل مرة، والقرآن الكريم قد اتبع منهجا رائعا للإثبات بأنهم كانوا يشعرون بعظمة المعجزة التي كان قد أراهم النبي صلى الله عليه وسلم. فحيثما ذكر القرآن الكريم معجزات الأنبياء ذكر ردة فعل الناس حيث قالوا بأنه سحر، كل ما لم يكونوا يفهمونه أو لم يكونوا يعقلونه كانوا يسمونه سحرا. إن كفار مكة ماذا حل بهم إذ إنهم لم يكونوا يرون شيئا ولكنهم يعتبرونه سحرا؟ فلقد ذكر القرآن الكريم تصرفهم هذا بأنه كل ما ظهر شيء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينعتونه بأنه ساحر. فإن لم يكن يحدث شيء على الصعيد الواقع فلماذا كانوا يسمونه ساحرا؟ فلو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء خارق للعادة فهل كانوا مجانين إذ كانوا يسمونه ساحرا مرة بعد أخرى؟ ورد في القرآن الكريم وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. يقولون بأن القرآن لا يدعي بأنه يريهم أي معجزة، ولكن القرآن الكريم يقول كل وإذا رأوا آية أي كلما قدمت لهم آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أي أنهم كانوا يعترفون بأنه سحر. لا شك أنه أمر محال ولا يمكن أن يأتي به إنسان، ولكنهم كانوا يصفونه بأنه ليست معجزة بل هو سحر. وهكذا قد وصفوا ما جاء به موسى بأنه سحر. ثم يقول الله عز وجل ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون. عندما جاء هم الحق من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بأنه سحر وإننا لا نؤمن بالسحر، فإنهم كانوا يعتبرون المعجزة سحرا أولا ثم كانوا يرفضون قبوله. وهذا هو طريق المعارضي الأنبياء السابقين. وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بآيات بينات واضحة معجزات عظيمة نيرة لهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، عندما ظهرت لهم هذه المعجزة قالوا هذا سحر مبين. قرآن الكريم کا بار بار یہ دعویٰ کرنا، فإن ذكر القرآن الكريم مرة بعد أخرى أن المعارضين كانوا يصفون هذا الأمر سحرا، هل كانوا يصفون هل يمكن أن يتهم أحد يعيش حياة عادية ضعيفة، هل يمكن أن يتهم بأنه ساحر ويأتي بسحر عظيم؟ إن كفار مكة منذ بدء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعيش في مكة كانوا يتهمونه بأنه ساحر ويأتي بأمور لا يمكن لأحد لشخص عادي أن يأتي بها. والعرب كانوا يخافون من السحرة فلذلك كانوا يخيفون الناس بنشرهم هذا القول في العامة بأن هذا الشخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساحر فلا يقربوه.
ان المستشرقین و بعض المعاندین منهم یعترفون بان القرآن الكریم عندما یذکر بعض الامور التي حدثت في عصره فهذه صادقة صحيحة ولا يمكن ان تكون مخالفة والا لاثار المعارضون في ذلك الوقت ضجة وقالوا انه ياتي بشيء بكلام كذب وأما المؤمنون فهم أيضا ربما إذا رأوا هذا الأمر لا ارتدوا بسبب هذا الكذب وإنني قد ذكرت بعض المعجزات وكان الكفار يرون هذه المعجزات ويعترفون بعظمتها ولكنهم كانوا يصفونها بأنها سحر وليس هذه آية من الله وهناك معجزة كبيرة وهي معجزة شق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر قد اقتربت ساعة الانقلاب وانشق القمر إلى نصفين وأما حالتهم فإنهم كلما رأوا آية يعرضوا عنها ويتولون الدبر ويقولون إنه سحر الذي يستمر ليس الأمر يتوقف على سحر واحد وإنما يظهر من محمد صلى الله عليه وسلم سحر كل يوم هذا سحر مستمر يظهر منه مرة بعد أخرى ويوما بعد يوم أما هؤلاء الحمقى فيقولون أنهم كانوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بأن يريهم أي معجزة ولكنه لم يريهم أي معجزة ولا آية واحدة ولكنهم ألم يقرأوا هذه الآيات فإن شهادة العداء في ذلك الأسر كان أوثق من شهادة عداء هذا الأسر لأنهم كانوا يرون الأحداث بأم عيونهم فلو شاءوا لأدوا شهادة خاطئة بسبب معارضتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم اضطروا للشهادة على إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا إلى النتيجة السليمة أم لا فقالوا إنه سحر مستمر لم يحدث هذا مرة واحدة وهذا ما اعترض عليه حاول المستشرقون الاعتراض عليه ولكنهم لم يفلحوا في مرامهم والقصة كالتالي أن التي حدثت عند نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع إصبعه نحو القمر وفي نفس تلك اللحظة رأى الناس أن القمر ينشق إلى نصفين وقد رآه المشركون والمعارضون ولكنهم لم يعترضوا في ذلك الوقت أنه كذب محض وهذا هو الأصل وهذه هي الشهادة التي احتفظ بها القرآن الكريم وبقيت تقرأ في القرآن الكريم إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية قد نزلت في الزمن المكي في العام الخامس النبوي بعد أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بعده بخمس سنوات قد نزلت هذه الآية وقد إلى ذلك الوقت أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أراهم معجزات كثيرة بحيث اضطروا للقول بأنه سحر مستمر أي لا تنقضي معجزة إلا ويريها معجزة أخرى وبعد ذلك أيضا بقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدة 18 سنة يريهم مثل هذه المعجزات لكنهم لم ينكروا ولا مرة واحدة بأننا لم نقل أن هذه الأمور بأنها سحر مستمر
فإن مثل هذه المعجزة البينة التي ظهرت في شكل انشقاق القمر في السماء وقد شهد عليه العالم كله، هذا ما كانوا يسمونه سحرا مستمرا، ولا يمكن أن يعترضوا على ذلك بأننا لم نشاهد هذا الأمر لأن الوقت كان ليلا، ولكن كلمات سحر مستمر تشهد على ذلك بأنه لم تزل هذه المعجزة لمدة قصيرة بل بقيت لمدة طويلة، فلا يمكن إنكار هذه المعجزة مهما حاول هؤلاء المستشرقون. وفي نفس تلك الفترة يقول تاريخ الهندوس بأنهم رأوا أيضا انشقاق القمر، والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد جمع كل هذه الشهادات. أما كيف حدث هذا الأمر نحن لا نعلم عنه شيئا، وتقدم كثيرا من الاحتمالات، ولكن لا يمكن أن يشك أحد في صحة هذا الحدث. وإذا قال أحد بأنه لا يمكن للعلوم أن تقدم تفسيرا لهذا الحدث، فلذلك لا يمكن أن يقبل هذا الحدث في عصرنا هذا، فهذا الاستدلال ليس باطل، لأن العلوم تعطي الأولوية للمشاهدة وتجعل النظريات تابعة لها، فلو كانت المشاهدة قطعية ولكن لا يصل العلماء إلى أي نظرية متوافقة معها فسيقولون أننا لا نعرف أي تفسير لها، ولكن لا يؤثر ذلك على صحة الحدث، فليس فرضا على المسلمين أن يقدموا تبريرا لهذا الحدث لأنها حقيقة ثابتة، ولكن على المسلمين البحث عن تلك الشروح العلمية التي تؤيد وتؤكد صحة هذا الحدث وتطمئن إليها قلوب المسلمين. وإنني فكرت في هذا الموضوع ووصلت إلى هذه النتيجة أنه تتساقط الشهب والنيازك الكثيرة على سطح القمر، وهناك علامات واضحة في صور القمر، ويقول العلماء أن هناك غبار يعلو سطح القمر، وكلما سقط نيزك أو على سطح القمر ارتفع الغبار، وإذا سقط نيزك كبير على سطح القمر فإذا ارتفع الغبار الكثير الذي شكل خطا طويلا على طول سطح القمر بحيث تراءى للمشاهد وكأن الكاميرا انشق في نصفين، إن غبار القمر ليس بثقيل كغبار الأرض، فارتفع الغبار ثم تفرق على السطح كله وخيل للمشاهد وكأن القطعتين للقمر قد التصقتا مرة أخرى مع بعضهما البعض. هذا ليس مستحيلا من الناحية العلمية لأن أحداثا مشابهة قد حصلت في الماضي أيضا، مثلا ذلك النيزك الذي سبب هلاك الديناصورات كان كبيرا لدرجة أنه لما سقط في البحر ارتفعت المياه وتعالى الغبار من بكثرة من الشمال إلى الجنوب، وظل ربما لمدة 100 سنة تقريبا، وحدثت تغييرات جذرية أدت إلى انقراض الديناصورات
من وجه الارض. اس کو آنن فانن نہیں کہتے ہیں, دیکھتے دیکھتے ڈائناسور غائب ہو گئے. بس یہ جو ڈائناسور, فہذا ما یقدمونه تفسیرا لہلاك الدیناسورات, ف فلو سقط نيزك على وجه الأرض أو في البحر لربما شكل الغبار المرتفع خطا طويلا, ولكنه يحتاج وقتا طويلا لكي يتفرق هذا الغبار, ولكن غبار القمر أخف من غبار الأرض وينتشر بسرعة فائقة. فهذا أحد التبريرات الممكنة, وإن لم يقبله أحد فلا يؤثر ذلك على صحة الحدث, لأنه قد ورد في القرآن الكريم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إصبعه وهذا وقال قد حانت الساعة الانقلابية, لأن القمر قد انشق, وعندما وكلما رأوا آية قالوا إنه سحر مستمر, أي إنهم يقولون مثل هذا الكلام منذ فجر النبوة, منذ إعلان النبي صلى الله عليه وسلم النبوة وإلى هذا اليوم الذي كانت السنة الخامسة من النبوة, كانوا يقولون إنه سحر مستمر. والآن نتطرق إلى بعض النبوءات, وهناك نبوة غلبت الروم, وهذه النبوة عجيبة. ما هي سنة نزول هذه الآية؟ ربما يقول أمير المؤمنين ربما قد نزلت هذه الآية في بداية الهجرة, في بداية سنوات الهجرة, يسأل أمير المؤمنين هل وجدتم متى نزلت هذه الآية؟ مكة يقول السكرتير الخاص بأنها نزلت في مكة. معظمهم قالوا بأنها نزلت في السادسة أو في السنة السادسة أو السابعة من النبوة. وهذا أمر رائع جدا ويزيد من عظمة هذه المعجزة. كنت أظن أنها نزلت بعد الهجرة مباشرة, لأن كان الصحابة يتحدثون فيما بينهم حول موضوع رجوعهم إلى مكة, ولكنها الآن اكتشفنا أن هذه الآية قد نزلت قبل الهجرة, وقد اتفق المفسرون على هذا الأمر وحققوا فيه وقالوا وصلوا إلى هذه النتيجة بأنها نزلت في السنة السادسة من النبوة. وبعد ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لمدة 7 سنوات. يقول أمير المؤمنين هناك أمر يحتاج إلى رد المقنع, لأنه بعد الهجرة بسنتين قد غلبت الروم. هل تحدث الصحابة حول هذا الأمر بأنهم متى يرجعون إلى مكة في هاتين السنتين؟ فهذا الأمر يحتاج للبحث والتأكد من صحته. والآن أقرأ ترجمة هذه الآية. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون, في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد,
وعد اللہ لا یخلف اللہ یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون. هذه الآیات قد نزلت قبل الحجرة متى نزلت بالضبط فإننا سوف نحقق في الأمر ونخبركم ولكن صحيح ولكن يجب أن تعرفوا أنها ربما نزلت في العام السادس أو السابع قبل الحجرة. أهل روم كانوا أهل الكتاب وورد في النبوة أنهم سوف يهزمون على يد المشركين والمشركون الذين كانوا يعبدون النار ويسكنون في البلاد في بلاد الفرس. ويتضح من هذه النبوة عندما جاءت وقرئت عليهم لربما مشركو مكة فرحوا بها وقالوا لأهل الكتاب بأن هذه النبوة قد تمت الآن لصالحنا وإننا سوف نتغلب عليكم. ولربما حدثت مثل هذه الأمور ولكن بغض النظر عن كل ذلك إن القرآن الكريم يولي أهمية لهذا الحدث ويقول إن أهل روم قد غلبوا في أدنى الأرض في بعض المناطق وإن المشركين قد غلبوا في هذه المناطق وسيطر عليهم وسيطر المشركون على بعض مناطقهم ولكن هناك نبوة أخرى وهي وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فهذه نبوة عظيمة تذكر بأن هناك قوتان سوف تتهاربان والنبوة قطعية بخصوصهما أن إحداهما سوف تغلب الأخرى في بضع سنين بصورة قطعية. وكلمة البضع تطلق على العدد من 3 إلى 9 أي لن تتم هذه الغلبة قبل 3 سنين ولن تتأخر عن 9 سنين. وهذه النبوة لم تكن تتعلق بهاتين القوتين وإنما كانت تتعلق بالمسلمين أيضا. لم يخبر أهل الكتاب بأنهم سوف يغلبون بل وردت كلمات التالية أيضا يومئذ يفرح المؤمنون أي عندما يرى المؤمنون هذه الآية فإنهم سوف يفرحون لأنهم سوف يجدون في هذه الكلمات النبوة التالية بأنهم سيرون في ذلك تحقق هذا الوعد وعد عودتهم إلى بلدهم. وهذه الآية سوف تظهر دليلاً على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعندما تتحقق هذه الغلبة فنتأكد بأننا أيضاً سوف ننتصر على الكفار ونعود إلى بلادنا مرة أخرى. بنصر الله ينصر من يشاء لن يتم ذلك إلا بنصرة من الله وبتأييده وإنه ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده إن هذا الوعد لم يقطعه الله سبحانه وتعالى مع الروم بل كان هذا الوعد مع المسلمين. وهذا الوعد قطعي لدرجة لا يمكن أن يؤخره الله عز وجل بل يحققه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومعظم الناس لا يعرفون عن هذه الأمور. فلو كانت قد نزلت هذه الآية قبل الهجرة كما يقول معظم العلماء فلا يمكن لأحد أن يفهم معنى هذه النبوة في ذلك الوقت. ولكنهم عندما هاجروا فإننا عرفنا من خلال بعض الروايات أن الصحابة كانوا يتناقشون فيما بينهم أنهم سوف يعودون إلى بلادهم. وإنني أقول أنهم قد ورد
وردت مناقشہ عمر رضی اللہ عنہ مع احد الصحابہ بانه قال له باننا سنرجع سریعا الى مکہ و ومنع النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تقولوا أن ذلك سوف يتحقق في هذه السنة وفي السنة المقبلة لأن الله عز وجل قد قال أن هذا الوعد سوف يتحقق في بضع سنين فلا بد أن يتحقق وعد بضع سنين قبل الرجوع الصحابة إلى مكة ولكن سنرى ذلك من خلال الحديث النبوي بهذا الخصوص وسنسلط الضوء عليه أكثر فهذه نبوة عظيمة احتوت أنباء الهجرة وتحارب الحكومات الخارجية ثم عودة المهاجرين إلى مكة مرة ثانية لا يمكن أن تجدوا نظيرا لمثل هذه المعجزة في الكتب السماوية الأخرى إنهم يتحدثون عن الأنباء الواردة في الكتاب المقدس فقد وعد موسى بأربعين سنة أنه سوف يعود إلى الأرض الموعودة خلال أربعين سنة ولكن زيدت فيه أربعون سنة أخرى لم يكن له ذنب في ذلك ولكن قومه قد ارتكبت أمورا أدت إلى تأجيل وعود عودتهم إلى الأرض الموعودة وبقوا لمدة ثمانين سنة يتيهون في الصحراء وبعد ثمانين سنة بعد أن خرج منهم جيل كامل قد عادوا إلى الأرض الموعودة فالذين خرجوا في هذا السبيل قد ماتوا أثناء الطريق ولم يروا شيئا وجاء جيل جديد منهم الذين حلوا بالأرض الموعودة أما معجزة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن تكون معجزة أخرى مماثلة لها فحيث تذكر هذه النبوة أن هذا الوعد سوف يتحقق خلال تسع سنوات وسوف تفرحون عند تحقق هذه النبوة وقد رأى تحقق هذه النبوة معظم الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى مدينة إنهم يقولون هذه لم تكن أي معجزة فإنهم بقولهم هذا يؤيدون البيان القرآني إنها إذا جاءت لا يؤمنون وإن القرآن الكريم يؤكد على ذلك بأنكم إذا رأيتم هذه المعجزات فإنكم سوف ترفضون قبولها ثم هناك معجزة أخرى لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم لحفاظته من القتل وقد ورد في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وليست وهناك آيات أخرى التي تذكر هذا الموضوع بأن الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحافظه ولا يمكن أن يضر به أحد ضررا يؤدي إلى قتله والله سبحانه وتعالى سوف يحفظه من أن يتعرض لابتلاء أو فتنة كبيرة وهذا ما هذا الوعد مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أعلن النبوة وكان الجميع يتحينون الفرصة لقتله وكانوا يناسبون له العداء ويحيكون له المكائد لقتله ولكنهم كانوا مضطرين لأنهم لم يجدوا هذه الفرصة ولم يفلحوا في مرامهم هذا وبقوا لمدة 13 سنة يحاولون ويكيدون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم ينجحوا في خطتهم هذه ولما خططوا بعد مضي 13 سنة
فإنهم قد وضعوا خطة ضعيفة جدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وأبو بكر رضي الله عنهما قد اشتركوا في هذه الهجرة التي اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قبل أن يخرج بنفسه لكي يعد بعض الأمور، وعندما خرج أبو بكر رضي الله عنه لم يشك في خروجه أحد، ولم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتضع علي على سريره، ويبدو أن الكافرين كانوا يرون إلى فناء النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون سريره، وربما كان سريره في فناء منزله حيث كانوا يستطيعون أن يطلعوا على هذا المكان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يضطجع على سريره، وكان يعرف أنهم لن يضروا به شيئا، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن عليا سوف يقتل هنا في هذا السرير لما أمره بأن يضطجع هناك، لأن ذلك ينافي الفطرة التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الأعداء لم يكونوا معارضين ولم يكونوا أعداء لعلي أو لأبناء أبي طالب، فلذلك لم يكن هناك خطر على حياة علي عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضطجع على سريره. وإن التاريخ يثبت ذلك أنهم عندما عرفوا أنه لم يكن النبي في سريره وإنما كان مكانه علي، فلم يتعرضوا له وحتى لم يضروا به شيئا وحتى لم يشتموه. رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم کی خاص تھی. اور اس کے بعد ثم بعد ذلك قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خلال من بينهم من دون أن يغير حياته، ولم يستطيعوا أن يكتشفوا، وربما كانوا منتبهين إلى السرير الذي كان في بيته، وكانوا يترقبون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مضطجع على سريره وسوف يقوم وسوف يتحركون لقتله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان على يقين واثق بأن الأعداء لن يستطيعوا أن يقتلوه، وقد خرج من بينهم ووصل إلى مكان بعيد من بيته. وعندما قام علي من سرير النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف العدو ماذا حصل معهم، ثم خرجوا بسرعة فائقة للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا دليلهم معهم. وعندما وصل الدليل معهم إلى فوهة غار الثور قال إن بحسب علمي أعتقد أنه موجود إما في هذا الغار أو ارتفع إلى السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يستمعان إلى أقوالهم، وكيف أنقذ الله سبحانه وتعالى النبي من أن يصل إليهم العدو؟ فقد استخدم الله سبحانه وتعالى أوهن البيوت حيث وهو بيت العنكبوت، إذ نسج العنكبوت بيتا له على باب الغار وباضت الحمامة عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتهامسان ويرون أقدام الكفار
يخاف أبو بكر بأنهم إذا تقدموا خطوة فإنهم سوف يروننا، ولكن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وتوكله كان عظيما، حيث قال في هذا الوقت: لا تحزن إن الله معنا. فأي إله كان الذي أنقذهم في من تلك الحالة؟ فإن لم يكن ذلك رب العالمين الذي هو جامع القوى والذي هو يتمتع بجميع القدرات الذي يحقق وعوده، فمن كان غيره؟ فإن هؤلاء الكفار قد يأسوا من أنهم سوف يعثرون على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دليلهم قال: إن لم يكن هنا فإما أنه قد ابتلعته الأرض أو رفع إلى السماء. وهكذا قد عاد هؤلاء الكفار خائبين خاسرين، لأنهم لم يأثروا على أثر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحدهم واسمه سراقة، فإنه فكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو بات هنا في هذا المكان فلا يمكن أن يكون بعيدا منه، فذهب تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رآه. وحتى في هذه الحالة لم يخطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم شائبة بأنه سوف يتمكن من بطشهم أو من السيطرة عليهم. وعندما رأوا حصانه جاريا نحوهم لاحظوا أن قوائم هذا الفرس قد غاصت في الرمل، وحدث ذلك عدة مرات، فظن سراقة أن هذا الأمر بعيد المنال، فربما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل إنه قد امتنع عن تنفيذ إرادته وصار مؤدبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني أرى سواري كسرى في يدك يا سراقة. فإن هذه هي النبوة التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة، بحيث لا يمكن أن يضمن حياته في تلك الحالة المخيفة. كيف يتنبأ في هذه الحالة بأننا سوف نفتح هذه البلاد وسوف تأتينا كسرى سوار كسرى وسوف يلبسها سراقة؟ كيف كانت هجرة المسيح؟ كان متخفيا وخائفا جدا من الناس، ولا نلاحظ ذلك اليقين الذي نلاحظه في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا نرى تلك الحالة الخطرة التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس معظم الناس ظنوا أن المسيح قد مات، فمن كان سيتبع طريقه ومن كان يتتبع أثره؟ وقال له هواريه: تعال نذهب إلى المدينة. قال: لا، لن أذهب إلى المدينة، بل سنخرج في الليل. ولكننا فعندما نقارن هجرة المسيح مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهناك فرش شاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يواجه الموت المحقق ويكون على يقين تام بأنه لن يتعرض له، بل يخرج منه سليما. أما بالنسبة إلى المسيح فكان يتخفى، رغم أن المسيحيين والأعداء قد ظنوا بأنه قد مات، فأي خطر كان يتعرض له؟ فإنهم يقدمون هذه المعجزات التي لم تؤدي إلى إيمان أحد بالمسيح بسببها، ولكن الموجزة الكبرى
التي حدثت على يد النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون بها. فإن معجزة واحدة من القرآن الكريم تحيط بجميع المعجزات التي يذكرونها، وليست معجزة من معجزات المسيح التي يمكن أن نعتبرها خارق عادة بشكل واضح. أما بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم فقد حدثت المعجزات في وضح النهار، ولكن الناس لم يحركوا ساكنا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: قد جاءت خمسة مواقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ تعرض لأخطار شديدة، أحدها أنه عندما حاصر الكفار بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد أتوا بإرادة قتله، وثانيها أن جمعا من الكفار قد وصلوا إلى باب غار حراء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فيه، ووصل هذا الجمع إلى هذا الغار الذي يقع في على رأس الجبل، فإنهم قد وصلوا بعد جهد جهيد إلى ذلك المكان، ولم يستطيعوا أن يفكروا أين يمكن أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطيعوا حتى أن ينظروا في الغار. فهذه معجزة عظيمة. وثالثها أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الحروب بقي وحيدا، وقد حاصره الكفار وحاولوا أن يستلوا سيوفهم لقتله ولكنهم لم يستطيعوا ذلك. ورابعها عندما قدمت اليهودية طعاما مسموما للنبي صلى الله عليه وسلم وكان سما ضعفا قويا لدرجة أن من أكل منه قد مات فورا. فلما ذاق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطعام ألهم الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيه سم، وربما في إلى ذلك الوقت قد أكل بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك روايات كثيرة بهذا الخصوص، أن والمستشرقون قد استهزوا بهذه الروايات أن اللحم قد تكلم بأن فيه السم، وقد حصل يحدث ذلك كشفا أو إلهاما. وفي هذا العصر أيضا نحن رأينا مثل هذه المعجزات، بحيث تكلمت بعض الأشياء وكان كلامها صحيحا. سيد بشارة بشير الداعية والده اسمه مغل كان قد آمن بالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وكان مخلصا ووفيا، وكان مكثرا من الدعوات، وكان صاحب الرؤيا والكشوف، وكانت زوجته قد تعرضت للسرطان في الرحم، وقال الأطباء بأن السرطان قد تفشى في الرحم ولا يمكن أن لا يرجى برؤها من هذا المرض، وسوف تموت خلال عدة أيام. فصلى صلاة التهجد وتضرع إلى الله عز وجل، وقال له: هذا ما يقوله الأطباء، ولكنني أؤمن بك، أنت تستطيع أن تشفيها. فقال في هذه الحالة أن رأى عشبا في تلك المنطقة، وجاء هذا العشب راقصا ويقول: إذا استخدمتني فإنني سوف أودي إلى شفاء زوجتك. فعندما استخدم هذا العشب فتماثلت زوجته للشفاء، وبعد ذلك بقيت على قيد الحياة فترة طويلة. وقد
وإن البحوث التي تجري في الأمم المتحدة في ذلك كانت تجري في ذلك العصر. فقد كتب أخي الأكبر الدكتور ميرزا منور أحمد هذه التجربة الفريدة وقدم نماذجه بأنني أقول لكم بوصف الطبيب بأنه في بعض الحالات التي لا يرجى برء المريض من السرطان فإننا استخدمنا هذا العشب وكان ذلك ناجحا لشفاء تلك الأمراض ذلك المرض. وبعد ذلك كتب مجلة لايف مقالا مطولا حول هذا الموضوع وقالوا لا بد أن هذا العشب يحتوي على بعض المواد التي تفيد في الشفاء من السرطان. فالآن العشب تكلم في الكشف وأما هؤلاء فيشكون بأنه كيف تكلم اللحم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم أن الجلود تتكلم يوم القيامة. فإنها تجيب في ذلك اليوم أنطقنا الله. فالله سبحانه وتعالى يستطيع أن ينطق أي شيء يشاء. فإنهم يقدمون هذا المثال بأن النار قد تكلمت بأنني إله ويقدمون هذا المثال بكل تفاخر. ولكن اللحم إذا تكلم بشيء فإنهم يتمسخرون به. مهما كانت معجزات بايبل عجيبة ولا يقبله العقل فإنهم يقدمون هذا الأمر بشكل عادي. ولكن المعجزات التي قد ثبت صدقها وهي ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يتمسخرون بها ويتولون دبرهم ويرددون قولهم مرة بعد أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريهم أي معجزة. وهذا الموضوع طويل وإنني أتركه الآن. وهناك نبوءات قد وردت في القرآن الكريم نبوءات مستقبلية وهذه النبوءات تشكل إعجازا بل سلسلة طويلة من الإعجاز التي لا حدود لها. وبالنسبة إلى نبوءة عن فرعون فكانت هذه النبوءة تتعلق بالماضي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى هذه الأحداث تحدث على الأرض الواقع. وإن الله عز وجل قد رأى هذه الأحداث وهو ألهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أعطي النبي صلى الله عليه وسلم نبوات مستقبلية أيضا. وإنني أقرأ أمامكم آيات سورة التكوير. وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. نقدم تفسيرا روحانيا لهذه الآيات ولكننا لم نظهر تحقق هذه النبوءات بصورة مادية. فلذلك أقول بأن هذه الآيات تشير إلى بعض الأحداث المادية الظاهرية أيضا التي سوف تحدث في المستقبل. ولكن كيف يحدث ذلك لا نستطيع أن نتكلم عن هذا الأمر شيئا. ولكن يمكن أن نقول بشكل مجمل أن المراد من ضوء الشمس هو ضوء الدين وهذا سوف يختفي. والمراد من الشمس هو النبي صلى الله عليه وسلم والمراد من النجوم صحابته.
خدامه الذين يكونون من الآخرين وقد علهقوا بالأولين فعندما انكدرت هذه النجوم خفت أضواؤهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهؤلاء النجوم عندما يختفي ضوءهم هذا هو المعنى الروحاني ولكن الموضوع الذي يبدأ بعده يخبر بأن النبوات كلها قد تحققت بشكل معدي فإذا تحققت جميع النبوات الواردة في هذا السياق بشكل مادي فلا بد أن تتحقق هذه النبوة أيضا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت بشكل مادي أيضا وهناك إمكانية أخرى بأنه عندما تكون حرب القنابل الذرية ف يتفشى الدخان وهذا الدخان يجعل الأفق مليا بالضباب وهكذا تنكدر النجوم بسبب الضباب الموجود في الفضاء وهذا ما حصل في العراق لأنهم استخدموا بعض القنابل الذرية الصغيرة وارتفع الدخان بسبب النار المشتعلة في آبار البترول وكذلك بسبب استخدامهم لمثل هذه القنابل الذرية الصغيرة فبقي أفق البلاد المجاورة منكدرا لمدة طويلة وقد خافوا بأن ثاني أكسيد الكربون قد زاد في الفضاء وربما هذا يؤدي إلى تسخين الأرض أكثر من المعتاد وإذا الجبال سيرت هذا يدل على أن الجبال التي ما كان للإنسان في السابق أن يسير عليها فقد عبدت الطرق على هذه الجبال بحيث أمكن للإنسان أن يسافر عليها وأحد معاني الجبال سيرت بأن إن كثيرا من الجبال الكبيرة قد تزال من أماكنها وتوضع في أماكن أخرى تنقل الجبال من مكان إلى وتوضع في مكان آخر وهذا يحدث على الصعيد الواقع حيث يفجرون الجبال الكبار أيضا وهذا ما يحدث في ربوة أيضا فإن بعض الجبال التي رأيناها في ربوة قبل 11 سنة عاما فإنها لم تعد في مكانها وقال لي أحد الأحباء بأنكم لن تروا تلك الجبال التي كانت موجودة حول ربوة فقلت له بأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا شهداء على تحقق هذه النبوة لأنهم ينقلون تلك الأحجار إلى أماكن بعيدة في باكستان وإذا الإشارة عطلت الناقة الهاملة في الشهر العاشر ويقولون أن مثل هذه الناقة كانت تسرع في السير ولكنني أقول أن هذا الأمر ليس بثابت أن الناقة الهاملة كانت سريعة في السير أو كانت تقطع مسافات بعيدة بل المراد من هذه الآية أن الناس لن يهتموا بنسل الجمل أي اهتمام لأن في السابق كانت الناقة
كان للناقة قيمة كبرى وكانت كانوا يولونها أهمية كبرى، ولكن يأتي زمان بحيث يهمل الجمل ويهمل نسله. وإذا الوحوش حشرت، إن الوحوش الغابة سوف تجمع في أماكن كثيرة من الدنيا، والناس يرون الآن حدائق الحيوانات قد في كثير من المدن. هل رأى الناس في العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحوش قد حشرت في أماكن مختلفة وجمعت من الغابات ووضعت في أماكن مختلفة؟ لم يكن هناك تصور عند العرب لهذا الحدث. إن القرآن الكريم يتحدث عن المستقبل بأنه سوف يأتي زمان بحيث يسير الناس على هذا النحو، بحيث يجمعون الوحوش ويجعلونها في أماكن مختلفة. وإذا البحار سجرت، لهذه الآية معاني كثيرة، بأن منها الخوض في العالم البحري وتخطيط بعض الطرق فيها واستخراج العلوم من البحرية وسفر السفن فيها، لأنها عندما تسافر السفن في البحر فكأنها تسجر البحر. فهناك معاني أخرى كثيرة، ولكنني أترك التفاصيل جانبا. وإذا النفوس زوجت، الآن ما معنى زواج النفوس أو تزويج النفوس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن العرب كانوا يتلاقون بعضهم البعض، وكانوا أيضا على صلة مع الحكومات المجاورة، وكانوا يسافرون أيضا. ولكن تخبرنا هذه الآية، وإذا النفوس زوجت، أي أن النفوس سوف تتقارب، ولم يكن ذلك ممكنا إلا عند بدون اختراع المواصلات الجديدة. وبسبب اختراع المواصلات الجديدة قد أصبحت الناس الساكنين في الأماكن البعيدة يتلاقون بعضهم البعض. ثم يقول الله عز وجل بأن العصر الآتي سوف يكون عصر القانون، والقانون سوف يحفظ الناس من الظلم، وسوف تسن قوانين التي تعطي للإنسان حقوقها. إن بيئة العرب كانت تفتقد إلى القانون. الأب كان يستطيع أن يقتل بناته أو كان يعدها، ولكن لم يكن أحد يسأله لماذا يقوم بهذا القتل. ولكن هذه الآيات تعطي نبوة بأن عصرا سوف يأتي حيث تسن القوانين تمنع ممارسة مثل هذا الظلم. والآن أنتم ترون في أوروبا أنه إذا حتى ولو أهملت الأم ولم تعتني بولدها ومات في هذا الوضع، فإنها ستعاقب لأنها لم تهتم بها اهتماما أدى إلى قتله وموته. وإذا السماء كشطت، إن الناس سوف يكتشفون علوما عن السماء، وكأن السماء كشطت وسلخت جلدها. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت،
ومعنى ذلك أن الإنسان رغم هذا الرقي الخارق ورغم الاختراعات الحديثة ورغم تقدمه في جميع المجالات سوف يكون سوف يفتقر إلى الأمن وسوف يبحث عن الأمن والراحة ويشعر وكأنه في جهنم وسوف تحدث حروب شتى التي تقدم صورة جهنم في كل مكان وفي النهاية هناك بشارة وإذا الجنة أزلفت لأنه في من يعمل بالحسنة في هذا العصر المليء بالسيئات سوف يدخل الجنة والمعنى الآخر أن جماعة الآخرين يظهر في هذا الزمن وهم سوف يحولون كل جهنم إلى الجنة والجماعة الإسلامية الأحمدية تقوم بهذه الخدمة اليوم والآن يعترف الأغيار أيضا بأنه إذا كانت هناك جماعة تستطيع أن تحول هذا الجهنم إلى الجنة فإنها الجماعة الإسلامية الأحمدية عندما ذهبت إلى كندا فقد جاء كبار أساسة وبعض كبار الزعماء فإنهم اعترفوا علنا بأن هذه الرسالة التي تلقيناها اليوم فإنها كفيلة بتحويل هذا الجحيم إلى الجنة وهذه الصورة متجسدة للآية الكريمة إذا الجنة أزلفت وفي أمريكا أيضا قال بعض المنصفين بأنه إذا كانت هناك جماعة تستطيع أن تعطي للعالم الأمن والسلام فهي الجماعة الإسلامية الأحمدية فإن هذه الآية هذه النبوة كانت مقدرة أن تتحقق في الأخير وفي هذه الأيام تتحقق وعندما تتحقق بكل جلاء فإن ذلك تؤدي إلى إزالة تلك الكدورة التي هي عالقة على وجه النجوم وعندما يحدث هذا الأمر فإن المسيح الموعود صلى الله عليه وسلم سوف يقوم بقدميه على المنارة البيضاء وعند ذلك سوف يؤمن به الناس جميعا وإنني سوف أتناول الموضوع غدا إن شاء الله. السلام عليكم.